لذلك الخل فائدة وقيمة علاجية رهيبة جدا، بالرغم من الناس للأسف سواء عن جهل أو غير جهل بيجوا بيحكوا عن الخل اللي هم مش عارفين عن ايش بيحكوا أصلا يعني. إنما الخل الطبيعي هي نعمة من نعم الله، وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمس بالخل بالخبز، يعني خبز وخل، ولسه في معلومات أكثر إنه وجد، وهذا من خلال برضه دراسات، بحكي دراسات علم يعني، إنه الخل العلاج الأفضل طبعا كان أقول الطبيعي للأتش بايلوري، للبكتيريا الأتش بايلوري تبعت المعدة، اللي ما حد فيش دواء في العالم دواء كيميائي عارف يحل مشكلة الأتش بايلوري، ولا في دواء في العالم، لكن الخل كفيل بحل مشكلة الأتش بايلوري، غير انه هو بخفض الكوليسترول والدهون ومقوي لجهاز المناعة. في لي احد الاصدقاء بيعمل رجيم موجود في السويد على موضوع الخل، فانا يعني بدي احكي له عن الخل بس مش عارف، انا بقول يا رب هنا وبحربونا في الخل، فكيف بدي في السويد اقول له خل؟ فبحاول اجيب له اياها يمين شمال، فبقول له النظام تبعنا احنا يعني بصراحة في خل والله يا جماعة، اللي هو بطلع لي جنبه على الـ على الـ كان بحكنا وياه يعني مباشر على الفيديو، اللي هو بطلع لي الجنية بقول لي زي هذا الخل؟ بقول له انتوا عندكم في خل؟ قال احنا الخل في الثلاث وجبات بناخده. قلت سبحانك ربي ذو الجلال والإكرام، انتوا؟ قال الخل احنا زي الملح يعني مادة أساسية عندنا في بنحطه على السلطة كذا، ثلاث في الثلاث وجبات استخدموا الخل الطبيعي، طبعا خل الطبيعي. قلت سبحانك يا رب، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الإدم، وصانا بالخل والأجانب باخدوه، إحنا بيجي الخل مضر الخل يعني بسمع قصص هبل، يعني في قصص اسمع فين قصص الهبل. قال إيش؟ قال واحدة شوفوا من ضمن الهبل اللي بنسمعه، قال واحدة راحت كانت تشرب خل، فراحت تعمل عملية قيصري فلقوا الإيش الجلد هداي ما عرفوش يغرزوها. شفتوا الهبل يا جماعة؟ الواحد لما بده يألف قصة يعني يحبكها كويس، يعني واحد ضلت تشرب خل يعني معناته ما زال الجلد انهار، معناته يعني معناته الامعاء انهارت يعني معناته كلها مهريه اصلا، فكيف تحملت يعني؟ لا اجى يعني هيك ظبطوا الكذبه، قالت لك لا ما هي كانت الدهن ودهن يعني انا بداهن شيء على جسمي عمل لي حرقان ببطل استخدمه، تمام؟ انا ظلت تستخدم 9 شهور لعند ما عشان قال الخيط ما مسكش بجلدنا كلام والله العظيم. وانا بقرا بقعد اضحك بقول يا جماعه يعني كفى استخفافا بعقول الناس، يعني شئت ام ابيته يجب ان نعود الى الطبيعه. تقعد تجيبها يمين تجيبها شمال، واليوم اقرأوا افتحوا على الخل وابحاث انعملت عن الخل باللغه الانجليزيه، معظمهم اجانب بيعملوا دراسات على الخل. طب مش الخل تبعنا؟ مش احنا العرب طول عمرنا من اكثر من 2000 سنه، شو 2000 سنه؟ الاف السنين واحنا بنعرف الخل. طب مش احنا اولى فيه؟ ما زال شيء طبيعي وبقدر اعمله واستخدمه، ليش ما استفيد منه؟ حتى انه في الخل في ماده اسمها الاسيتو اسيتات. الان الكربوهيدرات والبروتين والدهون بتتحول في الجسم لاسيتو اسيتات. فالخل وكأنه هو خلاصة ما يؤكل، خلاصة الإيش؟ البروتين والدهون والكربوهيدرات. تخيلوا، إذا خير الإدام الخل، يعني كأن أنا من بغمس خل كأن ماكل 3 حاجات هدول. فنعمة، إحنا أمام نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى. لازم نحافظ على التراث مش نحاربه، ممكن نعدل نقول يا جماعة خدوا بالكم في خل كذا وكذا، حاولوا تعملوا الخل صح. طب في طرق ممكن نعرف في كحول ولا لا؟ في طرق مثلا ممكن أعرض الخل درجة حرارة 40 على أساس أنه أنا أطرد الكحول إذا كان في كحول. عشرات الطرق ممكن أنا يعني أتناول الخل الطبيعي ويتحول ضمن ثقافتنا في المجتمع، نحمي حالنا من الأمراض. يعني الخل ولا الكولا؟ الخل. طب أنا أقول لكم طريقة سهلة جدا، جيبوا الخل الطبيعي، جيب معلقة خل وحطوا معلقة عسل، تمام، في كاسة مية أو في جنية يعني في كاسة مية، ودوبها كويس واشربها والله كأنك بتشرب عصير طبيعي، أفضل عصير. اعمل خل إذا عندك خل طبيعي، معلقة كبيرة معلقة عسل وفي مية ودوبها كويس واشرب وتلذذ وانت بتشرب. أنا برا شفتهم برا الخل عاملينه عصير اسمه عصير الخل، بنباع في السوبر ماركت، اللي احنا بيجي بنقول لك الخل مضر.
يعني شيء غريب. لازم، والهدف من البرامج تبعتنا انه احنا نعزز الثقافة الصحيحة والصحية بالمجتمع الفلسطيني من خلال حاجات بسيطة جدا انه احنا نتناولها ونحمي حالنا من الامراض، بجانب زي ما قلنا الخل، ما هو خلاصة التفاح يعني فيتامينات ومعادن وكل شيء، يعني كان ماخذ انا خلاصة التفاح.